الفرصة لمصلحة عجمان. عجمان الباحث عن العودة عن الرد، هذه خطيرة، فرصة خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، يا هي عودة سريعة لعجمان. سعيد جاسم يعيد الأمور نحو التعادل، واحد 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 واحد. بالعربي الذي استقبلها وقدم هدية ثمينة على راس سعيد جاسم وضعها بصورة جميلة، وعاد عجمان إلى الواحد واحد بسرعة كبيرة بسرعة كبيرة. يتقدم محمد هلال، يأتي بكرة تصويبة لازالت خطيرة، يا ستار لعيب لعيب لعيب، هو بالعربي الذي يسجل هذا الهدف الجميل الذكي الملعوب بمهارة كبيرة جدا. ينجح عجمان يسجل بالعربي، هنا التصويبة الاستلام وبعد ذلك الهدوء، عينك على الهدوء وعلى التركيز وعلى التنفيذ بهذه الدقة الكبيرة. الله الله، مرضي جدا بالنسبة للأنصار والمحبين. وهذه كرة إلى وليد أزارو حارس ثلاثية البركان مرعبة، ثلاثية البركان مرعبة، وعن طريق وليد أزارو هذه المرة اللاعب المغربي الذي وصل إلى الكرة، راوغ حارس المرمى وسجل الثلاثية لعجمان، ويا لها من ردة فعل، هدف في أول أربع دقائق يضرب بالثلاثة. هني وليد، هني وليد، حارس المرمى ليس بهذه الصورة يكون الخروج الموفق يا محمد علي، لأنه لم يتدخل بصورة إيجابية أمام وليد أزارو، وبالتالي وليد أزارو يراوغ يصل إلى الكرة يضعها. البركان، البركان في شوط واحد يبحث عن رباعية تاريخية في شوط واحد. الله يا معلم يا معلم يا معلم، يا كبير أنت يا كبير، ومن يقدر على ذلك سواك يا فراس بالعربي. يضع تالي بصورة جميلة، ثبت الكل وحرك الشباك، مرعب النتيجة، كبير النتيجة في شوط واحد. يصول ويجول هذا البركان الخطير الذي يحرك شباك الوصل في أربعة مناسبات، لكن يا هي لعبة حلوة حطها.